السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مع سيزيوم. ودي نوع من أنواع الخرائط اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. هعمل سيرش مثلا على ايجيبت مثلا. لو طبعا دخلت في أوروبا وأمريكا بتبقى الخريطة أوضح وأكثر 3D، بس خلينا نشوف إن شاء الله، يعني نتفائل ونلاقي حاجات 3D موجودة في مصر. في حاجات فعلا هي ما شاء الله بدأت تظهر، تمام. ان شاء الله ما يكونش فيها مشاكل. اي دي مثلا زهراء مدينة نصر، بيجيب لك كل المعلومات. دي منطقة ريسيدنشال، البيلدينج عمارة الضباط، دي البيس، دي عبارة عن مجاورة. طيب ديت اهي، كل مبنى ممكن تعمل سيلكت عليه، وده سيتي تاورز مثلا. ده مش مجرد بس كده، ده انت ممكن يكون انت حاطط فيه معلومات خاصة بالمبنى والتفاصيل بتاعته والحاجات اللي انت تقدر تكتب زي ما انت عايز، المساحة بتاعته قد ايه واستهلاك الكهرباء وكل الحاجات اللي انت عايزها. تعال نشوف 3D اهوت، فهتشوف فيديوهات ان شاء الله على القناة بمقربي قريب، بتشوف البرنامج ده مع برامج اخرى نقدر نعمل السمارت سيتي، مدينة ذكية. انا ان شاء الله يعني عامل لكم فاجأة حلوة في موضوع السمارت سيتي دوت، تمام. دي المنطقة دي شفتها برضو احنا اثناء ما كنا في الطيارة، كانت ظاهرة معانا كده ان المنطقة دي قريبة من المطار على ما اعتقد. طيب ده استاد كورة اهوت، دي الحجرة الرئيسية، معرفش تحت ايه، الصالة المغطاة، تمام. ديت طبعا دي معلومات أولية، ده في شارع صلاح سالم، مظبوط كده. ممكن تيجي هنا، ممكن تبقى فيه كل الحاجات الخاصة بالفاسيلتي مانجمنت مثلا، لو انت عايز تطرح الناس كلها. والموقع موجود، دي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اهوت. انا بستخدمها في حاجات خاصة بشغلي، بس ما كنتش جيت يعني، ما اخر شغل ما كانش فيه حاجات في مصر، بس خلينا قلنا ايه نتفاجأ مع بعض، والحمد لله يعني شغل كويس يعني، تمام. في حاجات كثيرة 3D، خلينا نطلع بقى اسكندرية يا ريت. لو استنى شوية ان شاء الله تظهر الخريطة. في هيئة الجرين بلازا، في بدأ أماكن كتيرة تظهر هي على الخريطة، تمام. تقدر تعرف معلومات عن أي مكان فيهم. ده تقريبا تيرمينال ما شاء الله، جميل جدا. يا ريت الدكاترة في الجامعات يخلوا مشروع التخرج من الطلبة بتاعتهم مثلا يساعدوا في حاجة زي كده هيت، ويتعرفوا على الأوبن ستريت ماب، ويتعرفوا على الخرائط ديت. المبنى المميز هوت، مصطفى كامل هوسبيتال، مستشفى جميل كده. مثلا أي حد عايز يبني مبنى في منطقة فاضية ممكن يستعين بالحاجات ديت في دراسة الظلال والشمس وكل حاجة والرياح وكل حاجة، فدي تبقى مفيدة لأن حد يصمم حاجة كويسة. مول سان ستيفانو، الشيخ، تقدر تعمل لها شير مع الناس، تمام. أي اسم أنت عايزه، شير أون، ده المسار اللي ممكن نشاره مع الناس، تمام. خلينا نشير اسفل الفيديو عشان ايه تقدروا توصلوا للموقع ده كويس. خلاص انا هاخده كده كوبي، ارفع الملف واشيره لكم، وان شاء الله في كذا برنامج معتمد على الموقع دوت في موضوع المدن الذكية، نبدأ ان شاء الله نشرحه بالتفصيل في الموقع.